رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان منال الإصلاح بدنيا الناس وأخرى رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها وصلاة الله على طه هو خير الخلق وأحلاها وصلاة الله على طه هو خير الخلق وأحلاها وأبي بكر بخلافته قد زان الأرض وحلاها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها وأبي حفص بعدالته في هذه الأمة قواها وأبي حفص بعدالته في هذه الأمة قواها وعلي الكرار أبي الكرماء وكذا الزهراء وابنها رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واغفر لنا ذنوبنا وآثامنا يا رب العالمين أعزائي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية نحييكم بأجمل تحية ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من البرنامج القرآني من أمسية من أمسيات هذا الشهر الفضيل، أناشيد إنشاد وإرشاد. باسمكم أعزائي المشاهدين نرحب بأجمل ترحيب القامات الإنشادية في هذه المدينة، أخونا الشيخ عبد الله سليم أغا. أشكرك الشيخ أمين، ممنون على الحضور. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، ورمضان مبارك علينا وعليكم وعلى كل الأمة الإسلامية جماعة إن شاء الله. مع المبدع دائما الشاب الجميل الأنيق صاحب الصوت الأنيق بلال رائد الدباغ، إن شاء الله نسمع أناشيد إضافة إلى تلاوة القرآن ما شاء الله، خطان يسيران يعني مجال واحد إن شاء الله. وأخونا المبدع أحمد إدريس العبيدي نشكرك على الحضور، إن شاء الله نسمع أناشيد طيبة. وأخونا مسلم بسام إن شاء الله نسمع هذه الحلقة المميزة من ليالي رمضان المبارك. قبل ما نسمع إن شاء الله يا شيخنا عبد الله سليم، لنا البرنامج اختارينا إنشاد وإرشاد، دائما السؤال يكرر على ضيوفنا الكرام، دائما يكون الاهتمام الأداء واللحن والكلام النسي. يعني حتى لو بعد يعني شوف نحضر مناسبات انه ضرب الزفوف يعني مع يعني هو جميل جدا، بس الكلام ما نفهمه، فقط انه لحن ونتاثر باللحن والاداء واللحن والاداء والكلام ما مفهوم. نحن بهذا البرنامج من ضمن يعني خلانا نعمل هذا البرنامج انه نوجه رساله من خلال هذه قناه الموصل، انه يكون الانشاد والمدايح النبويه والانشاد الديني والتنزيلات الموصليه انه الاهتمام بالكلام. هذا المجال يعني نريد يعني نعطيه اهميه من خلال هذا البرنامج. تفضلوا الكلام لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ابتداء شكرا لكم، شكرا للموصليه التي يعني دائما يعني مواكبه دائما لكل الطاقات، وانا يعني حضرت حلقات عديدة مع جناكم، هذا إن دل على شيء يدل على يعني التزامها واهتمامها بالإمكانيات الموصلية في جميع المجالات. الحمد لله، هذه النقطة تحسب لهم بجميع المجالات الموصلية. يعني حتى نوبات يطرح إلى إدارة القناة، يعني من بعض الأشخاص يعني يقول هاي قناة صارت دينية وقناة، جواب حلو يجاوبون، مجتمع الموصلي مجتمع ديني أكيد، أصالة دينية. أنا برنامج نهتم بالتراث الديني والقرآني، وعندنا برنامج ثاني بس الموصلية ويا جميع المجالات دينية والفنية والثقافية. دكتور احنا الآن بأحوج ما نكون إلى هذه البرامج. ايه والله نرجع شوية على الأصالة الدينية، لابد من الرجوع. يعني وهل البصمة الدينية هي يعني هي سلبية؟ إيجابية جدا، يعني لا نستطيع أن ننسلخ من مجتمعنا ومن قيمنا ومن ديننا. نرجع إلى سؤالكم شيخي، قضية الإنشاد هو ذوق، الفن كله ذوق، يعني حتى في تلاوة القرآن الكريم أكيد لازم تستحضر الذوق في أدائك. الإنشاد ومشكلة قرع الدفوف بشكل أحيانا عشوائي إن صح التعبير، نعم كما ذكر جنابك الكلام لابد أن يفهم، لأن الكلام العمود الفقري لأي عمل، أي عمل بدايته الكلام، أي عمل إنشادي، أي عمل، الكلمة هي العمود الفقري لهذا العمل. طيب الآن في أغلب الجلسات ينتهي مثلا أثناء يعني احنا نسميه الكوبليهات أو المذهب، طيب ينتهي من الكوبليه المؤدي لما يريد يسلم لي المجموعة اللي معاه حتى يرجعون إلى المذهب، الدفوف يعني أصوات تصبح مزعجة. أنا كيف زين مع هذه الدفوف كيف راح أفهم؟ يعني أنا ما عاد أفهم كيف أفهم الكلام، كيف راح يصلني؟ ما ضد يعني إحنا جانا إحنا برنامج كله دفوف، ما أحلى الدف الإيقاع الجميل، بس لو ما يغلب عن الكلام ما تفهم إنه هذا الكلام. العزيز أنت أكيد شايف الفرق السورية المغربية أكيد، وشوف
كيف قضية الذوق مع احترامي وإجلالي لأحبابنا؟ نحن ما عندنا ما شاء الله ذواقين، بس نحن حتى ليش أنا في هذه المرحلة أخلي دفوف يعني حتى مزعجة إزعاج يصير بها وما أفهم الكلام. أضف إلى ذلك أنه عندنا إشكالية أصلا في هندسة الصوت، زين لما هندسة الصوت فيها إشكالية ويضاف له يصير يصير ما يصير ما يصير يعني مديح، يصير يعني بين قوسين هوسه ازعاج. احنا نريد يعني هاي لابد ان يكون قضيه قرع الدفوف، لان حتى في المجال الموسيقي دكتور، حتى التخت الموسيقي يوزع بعلم، يعني هذا علم، هذا هو توزيع موسيقي علم، هذا علم. فانت لازم هذا يطلع بطبقه معينه، يعني بفوليوم معين، منطقة على الصوت، خلاص أنا ما راح أفهم كل شيء من الكلام. أكيد أكيد. إذا ما فهمت الكلام ما يكفيني أنا اللحن، أنا ما جاي على اللحن. تمام. أنا جاي أريد أفهم إيش عي يعني إيش حيمدحون، إيش حي ينشدون. أما إذا فقط أجي على قضية قرع الدف، لا، هذه أحيانا ممكن أن يكون فاصل نسمع به فنيات أهل الدفوف. إيه ما مشكلة. ما بس مشكلة. بس أما مع الإنشاد لا. هذا لابد من الانتباه لهذه. أي نقطة مهمة إن شاء الله تصل لإخواننا المداحين، ما الكل طبعاً، بعض المداحين. نريد نسمع أخونا أبو أمين. إن شاء الله تعالى. راح. أنت حور، أجي عجبك تنقل. أسأل المشاهد جاء من التراويح وتشاري يمو والحلويات. يريد يسمع طيب. ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نور على نور. أكيد أكيد رمضان أكيد. ومدح الرسول بلال شيء يعني الله عليه وسلم شيء ان شاء الله نسال رب العالمين القبول. لولا سيدنا الرسول ما عرفنا رمضان. اي الله اي والله لولا صلى الله عليه وسلم. قصيدة شوقي اليك، هذه القصيدة أديناها سابقا يعني من زمان قبل 20 سنة وأكثر حتى في بغداد، وحازت على المراتب المتقدمة. جميل جميل جميل. لحنها الأستاذ الكبير أستاذ أكرم حبيب. أكرم حبيب. نوجه له تحية أستاذنا طبعا جميعا، الأستاذ أكرم حبيب أستاذنا جميعا. والله أنا من الناس له فضل علي، نحن كنا فرقة الحبيب فرقته، تعلمنا منه الكثير الكثير. تحية نوجهها للأستاذ أكرم حبيب. ولا تنسوا الفضل بينكم. أبو حسان يصل إن شاء الله. بس. يا الله. لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، نور العيون وللقلوب طبيب، صلى الله عليه وسلم. في السماء محمود وفي الأرض محمد عند الإله، عند الإله مقرب محبوب، شوقي إليك رسول الله بل لي بوصلك إن الوصل أحوال، شوقي إليك رسول الله قتال، بل لي بوصلك إن الوصل أحوال، شوقي إليك الله، شوقي إليك الله، شوقي إليك رسول الله قتال.
من لي بصوتك ذا عمري إليك به فاهمس بأذني كي يستأنس البال. من لي بصوتك ذا عمري إليك به فاهمس بأذني كي يستأنس البال. من لي بكفك في هذا الظلام فقد أحاط قلبي ملء الأرض أثقال شوقي إليك رسول الله يؤلمني وأنت تعلم أن الجسم أهلان شوقي إليك رسول الله يؤلمني وأنت تعلم أن الجسم أهلان وأنت تعلم كم ليل يطاردني وكم تكاثر في ترحال ترحال وأنت تعلم كم ليل يطاردني وكم تكاثر في الترحال ترحال وكم تكاثر في الترحال ترحال شوقي إليك الله شوقي إليك الله شوقي إليك رسول الله قتال. لكنني رغم موت الماء في ورقي رسول الله رسول الله رسول الله أبقى أخطك حتى يورق الحال أبقى أجيئك طفلا تاه من عبث أبقى أجيئك طفلا تاه من عبث قد وزعته بطول العمر آمال رسول الله رسول الله قد وزعته بطول العمر آمال رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله فإن تحايل كي يبدي محبته ففخره أن إلى مولاه يحتال فإن تحايل كي يبدي محبته ففخره أن إلى مولاه يحتال ففخره أن إلى مولاه يحتال ففخره أن إلى مولاه يحتال شوقي إليك الله شوقي إليك الله شوقي إليك رسول الله قد تالوا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما علم تحويل بالأنغام كثير وانت انفرادية انفرادية أولا صعبة ثانيا رد ماكو موسيقى ماكو وأجد بيها ما شاء الله بس هي جميلة جميلة من تتفاعل مع الكلام أنا راك فيك اليوم أخونا مصطفى العبيدي أرسل لي رسالة قال لي اليوم شفتك بالرؤية مع بالمسجد النبوي الشريف هناك ومعانا
الشيخ بالأسماء مشايخنا شيخ ذاكر وشيخ ريان وبعض المشايخ الكرام، وقال لي أنت أقمت حقيقة والله العظيم أنا أخذتني هكذا يعني زمعة على قولة المصاوي زمع لي الحمد لله. قال لي أذنت الأذان الأول بالكرد والأذان الثاني كان جمعة وقال لي جبت الصلوات هناك والأذان الثاني بالحجة تفصيل ما شاء الله ما شاء الله. فعايشني في ولهذا طبعا عايشني في جو سبحان الله ولهذا القصيدة أنا بديت بشوقي شوقي إليك شوقي رسول الله إن شاء الله نسأل رب العالمين كل من ما ذاق زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم يذوق هاي الزيارة وإذا زار مرة يزور عدة مرات إن شاء الله. بارك الله بك يا شيخ عبد الله ما شاء الله هذه القصيدة جميلة وروحانيات أكرم حبيب بها روحانيات أكرم حبيب سبحان القصائد ما بتعرف أنت يعني إيه روح أكرم حبيب هذه ويعجبه هذا الهدوء البيات الشور يعني هذا كثير مشغولة بإحساس والله إحساس قوي جدا والله. أخونا بلال رائد الدباغ ما شاء الله بلال في القرآن وفي الإنشاد الحمد لله يعني هذا صوت الموهبة وجهته إلى تقوى الله ورضا رب العالمين إلى القرآن وإلى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ما أطيب منه والله. نسأل رب العالمين أن يسهل أمرك ويسهل طريقك هذا الطريق الجميل. أول ما تعلمت الإنشاد ما شاء الله أنت على يد مشايخنا من ضمنهم الأبرز منهم أستاذ عبد الله سليم كان اهتمام يعني فقط أنت تهتم باللحن وبالأداء وشو التحويل لو الكلام كان عندك مهم؟ لا أكيد الكلام مهم مثل ما قال أستاذ عبد الله يعني الكلام العمودي الفقري سواء كانت أبيات أو إنشاد يعني فالكلام جدا مهم يعني إذا ممكن واحد مثلا ما عنده علم مثلا أو ما يحب الأنغام مثلا يعني الكلمات راح تجذبه بديل عنه أكيد زين النغم يناسب الكلام لو لو لا لازم طبعا أكيد حتى بالقرآن لازم يكون قراءة جميل, جميل 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 عمل شيء جديد كلمات جديدة يعني من عملك أكو كلمات لحنت لك جديد واشتغلت أنت لو كله قديم لحد الآن يعني والله أكو كان مؤتمر رمضان إيه إن شاء الله لسا وقت نسمعكم إياها رمضان أكو كلام جديد إن شاء الله عبد الله كان مرة لحن هي وكان عمل جماعي والله إذا رد ذكر والله سعيفة أجني بيها بعد ذكر ما حافظها بلال ما حافظها بلا حافظها حافظها كلها حفظ حتى لو موجود موبايل كده. أسا إن شاء الله نأخذ فاصل إن شاء الله وبعد الفاصل بعد الفاصل نسمع هاي القصيدة الرمضانية مثل ما نقول إن شاء الله عن إذنكم إن شاء الله نأخذ فاصل نواصل في إنشاد وإرشاد. أعزائي المشاهدين مستمرين معكم في إنشاد وإرشاد ولكن بعد الفاصل. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين وإنشاد وإرشاد قبل الفاصل ما شاء الله سمعنا أخونا عبد الله سليم وأسا نسمع أخونا بلال على رمضان نسمع تفضل عيني قاعد أخذ أبيات إن شاء الله إيه وبعدها حتى تكون جماعي على راحتك إيه ويانا Oh.
ضيفنا الغالي أطل ضيفنا الغالي ضيفنا الغالي أطل عائدا من بعد عام جئتنا أهلا وسهلا جئتنا أهلا وسهلا فيك يا شهر الصيام ضيفنا الغالي أطل عائدا من بعد عام ضيفنا الغالي أطل عائدا من بعد عام جئتنا أهلا وسهلا فيك يا شهر الصيام أيها الشهر أيها ضيف الكريم نحن والله الضيوف أيها الشهر العظيم فيك ترتص الصفوف أيها الضيف الكريم نحن والله الضيوف أيها الشهر العظيم فيك ترتص الصفوف كم غني كم فقير حلق فوق السحاب في حبور في سرور هكذا جيل الصحاب كم غني كم فقير حلق فوق السحاب في حبور في سرور هكذا جيل الصحاب كم نفوس كم رؤوس كم صلاة كم زكاة كم خشوع ودموع ها هنا طيب الحياة كم سجود كم ركوع كم صلاة كم زكاة كم خشوع ودموع ها هنا طيب الحياة فتعالوا يا صحابي هاجروا نحو السماء فتعالوا يا صحابي هاجروا نحو السماء في فضاءات الكتاب حلقوا أو في الدعاء جميل 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 ولو ما حافظ يمكن قصيدة زين بس هي جميلة جدا ذكرني بها يعني حقيقة هذا يعني طبعا للمبدع محمد نوف الغبشة دكتور محمد نوف الغبشة ما شاء الله كلفناه بوقته ولكن والله حتى انا ناسي الساعة يعني ذكرني فاجاني بيها بس هي ما محسوبة بي نرجع لك بعد بعد عين احمد ادريس العبيدي المنشد المبدع طبعا هذا المجال الطيب مجال الانشاد الديني فرق انشادية اكو كثير يكون الاهتمام فرقتكم مثلا يكون الاهتمام بالكلام يكون الاهتمام بالكلام مثل ما يكون الاهتمام باللحن والأداء تفضل عيني نعم بسم الله الرحمن الرحيم بداية نشكر قناة الموصلية على هذه الدعوة ونشكركم دكتور عبد الملك على هذه الدعوة المباركة وفي برنامج إنشاد وإرشاد وبرنامج طيب ورائع نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منكم ويجعل هذا الشهر الشهر الفضيل على الأمة الإسلامية وعلى أهل نينوى بالخير والإيمان والبركة طبعا مثل ما تفضلتم فضيلة الدكتور أنه اختيار الكلمات في الإنشاد حسب الطور والناس اللي ترغب يعني مثل عندنا أهل الموصل يحبون يسمعون التنزيلات الموصلية خاصة السماعين القدامى يعني أو الكبار يحبون يسمعون هذه اللون لأن هو هذا اللون الموصلي وجميل وكلمات اللي التنزيلات مثل ملا عثمان الموصلي أو ملا عثمان الخطيب وغيرهم ملا أحمد كلمات كلها جيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو في آل البيت رضوان الله تعالى عليهم هناك بعض القدود الحلبية من يحب يسمعها
فنحن دائما عندما نجلس مثلا في مناسبات او مثل تلبانا دعوه في بيت او في مؤتمر، حسب المكان نشتغل حسب ما يسمعون. مثلا يختارون اللون الحلبي، نشتغل القدود الحلبيه تزيات، يعني منشد والمداح والمجرك كل شيء يتعلم. إيه لابد لابد يعرف كل الالوان حتى ويصب ما توجهت له دعوه يؤدي مقال. نعم تمام. لكل مقام مقال يؤدي باللون الجلفي او باللون الموصلي او باللون الحلبي او اي طور هو الكلام يشتغل. كله مفهوم وواضح. نعم. ولابد ان يكون طبعا الكلام مفهوم، ودائما مثل ما تفضل الشيخ عبد الله سليم الله يحفظه انه الايقاع هو بس شلون يلحن الكلمات وينطي التون للكلمات والتيمبو يعني. اي نعم تيمبو دائما الكلام اذا طغى اللحن يعني العفو يا دكتور، اذا طغى اللحن او الايقاع على الكلمات ما راح تكون مفهومه، وراح حتى السامع ما راح يسمعه، وراح تكون مزعجه له يعني. اكيد. هو الكلام دائما نضعه على ميزان ميزان الشريعه. نعم. ميزان الاصول. نعم. ميزان المنطق. نعم. دائما نضعه هذا، اذا نشوف ملائم لهذا يعني ما يخالف هاي الامور احنا بالعكس. وما شاء الله يعني الدف هذا سنه وامر محلل. لا بالعكس احنا استخدامه يعني كل الدف. اي نعم. أنا ما ضد حتى الدف. تطور الالات تسع يعني البعض يعني مثل يقول لك هذا ما يصير تطور الالات وادخاله، لا ما يبيه شيء ما دام سماع ويستخدم في مجال مدح النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت رضوان الله تعالى عليهم ومدح حتى الصالحين، ماكو اشكال بهذا الامر. والامر للمشايخنا وعلمائنا ما شاء الله تعالى لهم باع طويل في هذا الامر. نريد نسمع عيني. ايه ان شاء الله تعالى. على كيفك شيء طيب. بقى تحبون شلون اي ملون نسمعكم. اي يعجبك اجي يعجبك تيجي توصلوا انت مخير. للساده المشاهدين بصوره يعني جميله وطيبه وصلوا. ان شاء الله تعالى. أدم الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وصلاته نور وطيب أنفاس جنة مفاتح رحمة نغم حبيب تسري الصلاة على النبي تسري فتبعث بالندى والضيل الروح الجديد وتطوف بالرضوان فنثره على ادع الإله كما تشاء بها تجده يستجيب وإذا وقعت بأمر عظيم أو عصيب فإذا وقعت في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك واختتم بالصلاة والسلام على الحبيب لولا وجودك لصمنا
ولا صلينا وصمنا لولا فما البيت يبنى ولا حفير بئر زمزم. صلينا وسلم على النبي ملاح طائر الحمام على الأراضي ورنا حبيبي كل شاهد ودليل أما الدليل يا أحبابي إذا الحبيب محمد صارت دموع العاشقين تسيل يا مصطفى أنت حبي صلي عليه يا ربي يا ربي ما سار ركب ويمام. صلى الإله وسلم على النبي المكرم ملاح طائر الحمام على الأراضي ورنا. يا مصطفى يا ابن رامى يا شفيعي في القيامة الله الله يا ظلالاتك الغمامة والظبي لحم التكلم. صلى على النبي المكرم ملاح طائر الحمام على الأراك ورنا. لا تجعلي الهجر سلمي إني قتيل بسهمي قد ذهب اسمي وقلبي والنوم من عيني حرام. صلى الإله وسلم على النبي المكرم الله مناح طائر الحمام على الأراك ورنا. شرفوا بنبينا به توسل أبونا من زلة وتندم. صلى الإله وسلم على النبي المكرم
طاير الحمامي على الأراك ورنا. طيب الله الأنفاس هاي مديحة ما شاء الله قديمة أيه. وجميلة ما يعني واحد ما يشبع منها صلى الله عليه. لولا وجودك لسبنا. نعم ولا صلينا ولا صمنا. الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن ما ظل شيء الحلقة ما تسوى يمكن نسمع أخونا بلال بس نحن عندنا بعد 7 دقائق القصيدة تكفي 7 دقائق لو يمكن ما تكفي كثيرة إرغم نسمع كان نسمع أخونا بلال ختام وهمسك إن شاء الله تفضل عيني بلال. الحب لك والحرف لك والشعر إن غنى فلك. الله 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 يا سيد الكونين يا سيد صلى عليك الله من زاح الدجى أو دار نجم في فضاء الفلك نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج نسمات هواك لها أرج تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درجوا نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وبذكر الله بيها تكملة جميلة جميلة دار الوقت مالك لا بعد هي بيها مجال يلا بارك الله بيك يا
يا بلال جميل وهي قصيدة جدا صعبة طبعا ما شاء الله والله يعني نحن اعتذر شوية الحنجر يعني ما تقع سيطر عليه ما شاء الله لا طيب ما شاء الله بارك الله بيكم هذا المنتصر بالاسم المنشد السوري معتصم العسلي معتصم العسلي رهيب طبعا مبدع ومتمكن سبحان الله الحلبيين بصورة عامة بالإنشاد تعبانين على نفسهم حيل وينطون كل شيء حقه يعني الكلام واللحن والأداء منافسة يعني قوية جدا منافسة يعني عندهم قوية جدا ومنكم منافسة أكو إبداع طبعا أي شيء طبعا في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا باسمي وباسم قناة الموصلية وباسم مشاهدي قناة الموصلية أن نقدم لكم جزيل الشكر والامتنان أخونا الغالي عبد الله سليم الحيالي الشكر لله أولا ثم شكر موصول لكم ولقناة الموصلية وشكر أخونا المبدع بلال رائد الدباغ ونسأل رب أن يحفظكم ويتقبل صيامكم وقيامكم الشكر موصول إلى أخونا أحمد الدريس العبيدي الله يحفظك إن شاء الله نلتقي إن شاء الله حلقات قادمة وإلى أخونا مسلم بسام وأنتم أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعة نلتقيكم في حلقات قادمة أمسيات رمضانية قادمة من إنشاد وإرشاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآلي